في تاريخ كرة القدم الأولمبية في كتير فازوا بميداليات الذهب، وفي ناس تانية فازت بميداليات الفضة، وناس فازت بميداليات البرونز. ومصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي فازت بالمركز الرابع مرتين، الدولة الوحيدة في العالم اللي عملت هذا الرقم. يعني المرة الأولى كانت في دورة أمستردام الأولمبية 1928، وكان لينا حكاية مع هذا الرقم لأنه إحنا تاريخنا في الكرة الأولمبية كله متعلق بالمركز الرابع. لما خدنا المركز الرابع في أمستردام 1928 ما كانش لسه بدأ كأس العالم، وكان الفيفا بيعتمد الترتيب الأولمبي لترتيب دول العالم في كرة القدم، فإحنا بقينا رابع العالم. وفضلنا رابع العالم ده 8 سنين، لأنه لما بدأ كأس العالم سنة 30 رفض الفيفا انه يبقى فيه مسابقه لكره القدم في دوره لوس انجلوس 1932 اللي احنا اساسا ما شاركناش فيها. ففضلنا احنا رابع العالم 8 سنين لغايه الدوره اللي بعد اللي بعدها. والمره الثانيه كانت في دوره طوكيو 1964، وخدنا المركز الرابع، وكان لينا برضو حكايه مع هذا المركز لانه احنا عشان نتاهل للدور الثاني كسبنا كوريا 10-1. فهذا الرقم خلى ان مصر ليها الافضليه على البرازيل، فالبرازيل طلعت من البطوله ومصر هي اللي تاهلت وكملت المشوار وبقت هي صاحبه المركز الرابع. وزي ما قلت قبل كده انه مصر هي الدوله الوحيده في العالم اللي فازت بالمركز الرابع ده مرتين، سنه 28 في امستردام، سنه 64 في طوكيو. وباعتبار ان احنا هنلعب في طوكيو 2021، أتمنى إن إحنا نحقق المركز الرابع على الأقل للمرة الثالثة في تاريخنا الأولمبي.